أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى عبد الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، اطمأن جلالته خلاله على صحة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أمير دولة الكويت الشقيقة. وقد أعرب جلالته عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مبتهلا جلالته إلى المولى جلت قدرته أن ينعم على سموه بمنفور الصحة وتمام العافية وأن يرده سالما معافى لبلده وشعبه. أكد عاهل البلاد المفدى أن العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة تستند لركائز صلبة وتمثل نموذجا للعلاقات بين الأشقاء في ظل ما يجمع بين البلدين من وشائج قربة وتاريخ مشترك ووحدة مصير، وحرص مستمر على توطيد عرى المحبة والتفاهم والمضي بكافة أوجه التعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. وعبر جلالته عن اعتزازه بما تشهده كل من مملكة البحرين ودولة الكويت من تقدم متواصل ونهضة متنامية قائمة على نهج قويم رسخه الآباء والأجداد وفي إطار أنظمة متطورة للحكم ومؤسسات وطنية قوية وتشريعات عصرية وتمثيل شعبي يضمن توافر كل مقومات التنمية الشاملة والبناء المستمر ومواصلة الجهود المشتركة بما يخدم تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين. من جانبه عبر سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى على حرص جلالته على الاطمئنان على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما عبر عنه جلالته من مشاعر أخوية تشدد مدى عمق وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.